اوكي يا جماعة، اليوم جدا جدا متعب، بس انا وعدتكم فرجيكم انا عم ضبط الشنطة. تخيلوا انه انا من شوي لو وصلت على البيت الساعة 11:44 وطلعت كل الشناتي، طلعت كل الاغراض الجديدة اللي جبتها، لانه انا نسيانة شو اشتريت، بس حاسة اني انا شاري كتير اواعي شتوية، ونحن ما رايحين مكان شتوي غير يومين تقريبا على تركيا اول شيء، بعدين دغري على امريكا. ف نشوف شو بدي اعمل. اوكي يا جماعة، هلا بدي اشوف شو عندي وشو اخذ وشو ما اخذ. اوكي، فبدي اشوف الشغلة واحدة واحدة. تخيلوا، اوكي سو هاي عندي هيك تي شيرت بعالي، بحس انه هاي على السفينة حلوة، انه لو بدنا نتمشى بالليل او شيء. اوكي، مع البنطلون. ليه البنطلون؟ اوكي هذا بيعمل ستريتش بس كثير صغير. اوكي سو هاي، اوكي تمام. خليني اشوف هذا شو. اوكي بدي انكلهم بدون كوي، بس هذا فستان صيفي. انا حاسه اني جايبه كثير اشياء شتويه. اوكي هذا فستان صيفي حلو بحس. اوكي اتركهم على جنب. خليني علي تفتحي، تساعديني ميري افتح هاي. شوف يا الله، جايبة كتير اشياء شتوية، حأبكي. اوكي هاد شتوي. اوكي هاد قميص. اوكي تمام. هاد بنطلون. اوكي حلو 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 حلو. هذا بنطلون ثاني، لا بحس جايبه شيء، في شيء بيشبه هذا، خلي هذا على جنب. خليني احط هدول هون. اوكي ثاني. اوكي هدول حلوين كثير، ليكو. اوكي هذا اول وهذا الثاني، بحس انه بيمشي الحال حتى لو انه نص كم. ف اوكي هذا قميص ثاني. حلو، انا بدي ضل اجي شغل الكاميرا وارجع، ضل اجي شغل الكاميرا وارجع. رح تشتاقي لي ماري؟ اسبوعين تخيلي بدوني. اوكي خليني اشوف هدول قمصان. هاد مع هاد، ما بعرف يمكن سافر بهدول، مو متأكدة. اخذهم معي. اوه تذكري وقت جبت هاي من ماسيمو دوتي؟ حلوة صح؟ اوكي حلوة، حاخذ هاي كمان. اوكي وفي هاد الفستان، حلو لذيذ. أجيني هذا بينزم هيك. اوكي اوكي هذا بحس على تركيا حلو مع الجاكيت. طبعا انا جايبه شيء اسمه ثيرمال، اوكي بينلبس تحت الاواعي مشان نتدفى، يعني مثل قميص الداخلي بس هو معمول ليدفي. اوكي فبيلبس تحت الاواعي، بما انه درجه حراره 3 فانا اكيد رح اكون لابسه ثيرمال، وكمان جايبه طاقيه بيني لانه ما بحب البرد يا جماعه، بحب الشتاء بس ما بحب البرد. ما حد يسالني كيف. اوكي هذا بدي اياه، نو اتركي على جنب هذا هلا. اوكي جايبه هي بس كمان شتويه، خليها على جنب، وحتى هذا شتوي خليها على جنب. بدي احاول اشوف اشياء مو شتويه. اوكي في هاد. اوكي هلا هدول ماني متاكده، ترى جنب جيني هاي. اوه كيوت، ليكو هاي حلوه لذيذه. اوكي شوفي كمان هاد بنطلون بيلبق مع هاد، بيلبق حلو. اوكي هاد شو؟ استنى،
هذا فستان لا فستان. لا لا انا فتحت هذا فستان هيك في فستان. هذا يمكن جايته بالغلط، هذا مستحيل اطلع فيه. لا سوي فستان بالغلط. بس هدول مستحيل. اه في هاد اوكي. في هذا الجمب سوت اوكي هيك، وفي ست هيك مع بنطلون اوكي. تحكي ايه تحكي شو هاد. حنظرت حاسة ما حاسة اني ما جبت شي مناسب للسفرة. واد ليه هيك حجمه؟ جايز بس تطلبوا اونلاين بيجيكم اواعي هالقد. هذا لازم نرجعه. شو هاد؟ اليوم اجا. اليوم اجا؟ اه غريب والله. اوكي جبت كمان اشياء مريحة. هذا فستان بس هيك اوكي كاجوال. اوكي اوكي بدنا نبلش نضم. ميري بدي شنطتي. اوكي سو بالعاده الطريقه اللي بتوي فيها اواعي اني بعمل هون سكشن بناطلين وسكشن ايه بالطول. فمثلا هدول الجينزات اوكي باخذهم هيك بعمل هيك وهيك بصير في مساحة اوكي. ما بيرجع لا كمان ما بيرجع لك صح، بس هنا اوريدي مجعلكين يعني بدهم كوي وانا مو كاوي فبكوي بالسفر. اوكي انا ليه ثلاث جينزات؟ ليش متعبة حالي؟ ليه عاملة قصة وصيرة؟ ثواني انا بدي هذا بلا اوكي بدي اعرف عد. تمام في كمان هذا القميص اوكي حسيته لذيذ صح؟ اه حلو ايه. اه نص صح خلص سوك ايه اتسوكي خلص خليه ايه خليه بيروح اوكي. هذا الفستان لا طوي هلا بدنا نطوي نبلش طوي اوكي اوكي. انا معجوقه يا جماعه معجوقه بدي طوي اذا هيك خلص هيك. شو بدنا نعمل هون هون عجلة ولا اعمله بس بناطلين هون وقمصان هون؟ شو رايك جايز؟ اعذروني على هالتصوير بس والله العظيم انعجقت لانه اكتشفت اني جايبه كثير اواعي شتويه وما في اواعي صيفيه للسفينه. بس بدي افرجيكم هذا الشوز. هاي شنطه مش شوز. ليكو هاي بتحطي فيها اسمه كثير حلو بس بتحطي فيها اغراض الميك اب. وين بدي البسه؟ لا مش لازم مش اجباري الموضوع انه مش لازم نروح على مكان عشان تلبسيه. بلا يعني لما يكون في طلعه على هذا المكان وقتها بتلبسيه. يعني اخذه معي؟ لا جايز كثير حلو. ليك يوم والله يوم ونص نحن بس بتركيا يوم ونص. بدي ابدع انا بتركيا. ايه 8 ايام حتقعدي تعرفيني حتقولي ما شفتها صيفية. شو؟ حتعرفيني حتقولي ما شفت ثياب صيفية. نعمل شوبينج بتركيا. شوبينج بتركيا استغفر الله العظيم عم بلا يوم ونص رايحين تقولي شوبينج. ايه بهاليوم ونص فينا نعمل شوبينج صح ولا لا؟ عندنا بكره اكتيفيتيز ما فينا بعد بكره. اه صح. صح صح اوكي يا جماعه انا ما بعرف شو بدي البس. في عندي كمان هاد انا بلا ما اصور لانه انت ولا حد فاهم عليك والله انا هضرب شورياتك انا ما فاهم. ارجيكم ارجيكم كيف ضبيت اوكي عملت قسم البناطلين هون هيك ضبيت البناطلين ليكو قد ايه بيضل في مساحه حتى مثلا لو طلع بدي احط شيء ثاني عندي مساحه هون وهون ضبيت القمصان والفساتين اوكي وحتى تخيلوا انه بقي كمان
مساحة ولسه يعني ما تعبيت الشنطة تماما، وجايبة أكتر من 11 قطعة فلا لا أسبوعين يعني. الضب كتير بيساعد، طريقة الضب حلوة. أنا شو عم بحكي ليه هيك صفنان أنت؟ ليه عم تصفن فيني؟ مش قد تاخذ الغزارة كلها، شيل الغزارة. تعرف شو ليه عم فكر الغزارة؟ نجيب مصممين نفكر كلها عم نحطه فيها. ها؟ خزانة جارور. نعمل هيك؟ أوكي؟ هيك هيك هيك. تشت. الله ما فكرة. هلا بتلاقيها لأني حكيتها رح تلاقي حدا عاملها. كيف أنت كتير ريلاكس؟ هذا الوضع يعني على فكرة. أنا جايب شورتات سباحة بس. يعني أنا حتى اللبس الشتوي مش عاطيه اهتمام. لا اخذ جاكيت بس هو حلبسه حلبسه باليومين. انا معصبه انا متوتره ما بعرف شو بدي اخذ معي. هل بكفي؟ انا ما بعرف اذا بكفي ولا لا. هل بكفي؟ شوفوا لي هاللبسه بتركيا تاني يوم. شوفوا لي شوفوا لي هاد مع هاد والجاكيت. وين الجاكيت؟ ليك طبعا رح اخذ جاكيت واحد بس. لا بص ايدي وحده فاهم شيء. شوفوا الجاكيت، شوفوا الجاكيت رميته على التخت ما شافوا شيء. هاي هاي الجاكيت. ها 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 شوفوا شو حلو. اوكي شو كان بدي اقول بعدين ميري شو كان بدي اقول؟ خليها على الله معلم. الأوضة ما نكونش ملتانة ولا فاضي. شوف والله يكبسني لبكرة مش حتتعب.